ظروف بائسة لا تشبه شيئاً من الظروف التي تحيط عادة بالقادة والزعماء. فرئيس النيجر المحتجز يعيش في معاناة منذ احتجازه وعائلته من قبل قادة الانقلاب في 26 من يوليو. لا كهرباء ولا دواء. ثلاجة القصر الرئاسي اليوم هي أشبه بثلاجة عائلة فقيرة لا حول لها ولا قوة، خاوية من أي طعام أو حتى مياه نظيفة. ابنة الرئيس بازوم كشفت لصحيفة غارديان البريطانية أن عائلتها تعيش ظروفاً صعبة للغاية، حيث فقدوا الكثير من وزنهم ويعتمدون على إمدادات من الأرز والمعكرونة مع اقتراب نفاد الوقود من موقد الطهي. ورقة الضغط هذه التي رمى بها قادة الانقلاب من اليوم الأول تقلق العالم الخارجي ومعارضي محاولة الانقلاب، لكن مع هذا تشير التقارير إلى أن معنويات بازوم ما زالت مرتفعة رغم كل المعاناة التي يعيشها.